السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رحلتنا النهارده هتكون من مصنع السكر اسمه تشيلسي. المكان فيه كذا حاجه ممكن تعملوها، وفي كمان جواه كافيه حلو جدا، ان هو تقدروا انكم تستمتعوا بالقهوه، وكمان في اكلات سواء فطار او غدا. طبعا في حاجات كتير نعملها في المصنع، زي مثلا في تورز، وكمان في كلاسز لتعليم الحلويات سواء للأطفال أو للكبار. أنا هحط لكم المواقع دي كلها تحت الفيديو إن شاء الله، إزاي تحجزوا وإزاي كل حاجة. هنا زي ما انتم شايفين، هنا في الكلاسز، وهنا بيعملوا الكلاسز لمصنع، في مصنع السكر يعني. في حاجات بقى تانية كتير ممكن تشتروها. طبعا تشيلسي دي ماركة سكر يعني، فدي تلاقوها في السوبر ماركت. هنا في اريا برضو، فيها برضو بتعمل فيها اكتيفيتي، بتبقى جميلة قوي. طبعا هم حاطين اشكال هنا، هنا برضو اكتيفيتي للاطفال، بيعملوا لهم حاجات يعني جميلة قوي، انا هفرجكم عليها دلوقتي. طبعا هنا كمان بيقولوا لكم ازاي السكر بيتعمل، الطريقة بتاعته كلها. طبعا كل ده مش حقيقي يعني، دي حاجات كده بس تشوفوها يعني. في هنا بقى طبعا يقول لك ايه، عايز تعمل كيك او بسكتس، نقول كيك. Hi, welcome to Chelsea Bay. Baking is such fun. I'm Annabelle, your guide. Oven temperature is really important. Let's set it to 180 degrees. هو بيقول، بتقول يعني ان احنا نعملها على 180 degree. فبمشي معاها بقى طبعا في الخطوات كده. Now let's get started. We need our utensils. Check everything on the list and make sure that you have everything all sorted, ready to go. بتقول ان هو في الليست هنا، دي طبعا الاطفال عشان يهفن يعني، فانتوا محتاجين ايه كده، وعلموا عليها. وهم حاطين لهم هنا برضو شويه حاجات علشان ايه، ياخدوها وان هم تبقى معاهم كانهم هم هيعملوا بيكنج فعلا يعني. فدي باختصار يعني. فطبعا في كذا واحده، علشان مش طفل واحد بس يستنى وكده، لا ده في ستة. دي برضو حاجة حلوة يعني، انا هسيبها بقى مش هكمل معاها. في هنا ترابيزة تانية علشان الاطفال تقعد تلون، ممكن ان هما يجوا هنا يلعبوا ويلونوا، وفي اطفال عاملين حاجات ومعلقينها فوق. فدي كحاجة يعني برضو، ان هو ممكن نبقى قاعدين في الكافيه والاطفال ان هي تبقى بتيجي تلعب يعني، فدي برضو ظريف جدا. وفي لو انتوا عايزين التور بتقدروا تحجزوا، سعر الادلت اللي هو البالغ يعني ب 25 دولار، سعر التشايلد من 5 سنين ل 15 سنة ب 12.5 دولار للتيكت. وبتعمل بقى تور في المصنع جوه، وتشوف كل حاجة يعني في المصنع، وازاي بيعملوا سكر وكله يعني. طبعا الكافيه جميل قوي، لان المصنع كمان بيطل على البحر. هوريكم المكان من بره. طبعا الكافيه هنا، بس انا مش هجيب شكله عشان في ناس قاعدين، بس انا ممكن اجيب شكله من بره. طبعا في منطقة العاب بره كمان، ده هنا المصنع. هنا الكافيه، في قعدات بره وقعدات جوه، وفي طبعا دفايات علشان البرد، فالمنظر رائع جدا. في ممكن كمان ان احنا ناخد اكل من الكافيه ونطلع نقعد بره، علشان لو الاولاد بيلعبوا يعني. مش مسموح طبعا ان هنا تعملوا بيكنيك، ان هو يعني نجيب اكلنا، لان مكتوب اهو هنا please only consume cafe food at these tables، يعني انتوا تشتروا الاكل من الكافيه وتقعدوا تاكلوه هنا، لكن ما تجيبش اكل معاك من بره.
لان المكان كله تبع الكافيه، فلو عايز تقعد بره عادي بتاخد اكلك وبتقعد بره هنا، والاطفال بيلعبوا، المكان جميل وحلو قوي يعني. شايفين المنظر؟ فطبعا في يوم شمس ويعني يبقى حلو. طب هو النهارده مفيش مطر فحلو جدا يعني، بس هو المكان كله الكافيه بالمصنع. هو حتى المصنع شغال لان في أبخرة طالعة. المكان طبعا كمان من بره بتقدر فيه اماكن للتمشية حلوة جدا برضو، ممكن الناس بس انها تيجي بتركن وبتتمشى، مش لازم ان هي تيجي تقعد عند في الكافيه او ان هي تعمل التور بتاعه المصنع يعني، بس ممكن ان هم يجوا يعملوا بس يعني يتمشوا في الغابات اللي هي بتبقى ورا يعني. فده الرحله بتاعت مصنع السكر، واتمنى انها تكون عجبتكم وان شاء الله تكون مفيده. هتلاقوا ان شاء الله لينك المكان بالمصنع بالعنوان بكل حاجه هتلاقوه تحت الفيديو ان شاء الله. يلا سلام عليكم.